مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، حنا كنتواجدوا مسرح محمد السادس في عرض مسرحي بعنوان طيور الظلام من اخراج الممثل انور الحساني. الا بغيتوا تستمتعوا وتضحكوا معنا شويه يلا معنا. مسرحية طيور الظلام هي عن مسرحية وجهة نظر للكاتب المصري لينين رملي. تقدمت اليوم العرض الأول بمناسبة احتفاء باليوم العالمي للمسرح، وهي في إطار تحت إشراف الجماعة الحضرية للدار البيضاء، الفرقة اللي اسمها الفرقة المسرحية لجماعة الدار البيضاء. هذه الفرقة اللي كتضمن واحد مجموعة ديال الفنانين اللي من بينهم أساتذة ومن بينهم خريجين ومن بينهم طلبة كذلك، واحد كوكتيل اللي الحمد لله شكلنا واحد العمل مسرحي وقدمناه وكنتمنى يروقها للجمهور. ما غتكونش غير في الدار البيضاء؟ أكيد أكيد إن شاء الله غادي يكون عروض إن شاء الله في الدار البيضاء وخارج الدار البيضاء إن شاء الله. الدور ديال بوكريشة هو دور ديال الشبعاوي، شبعان كرشو كبيرة بالحرام، كيستغل واحد المؤسسة خاصة بالمكفوفين، وهي مسرحية طيور الظلام من إعداد وإخراج أستاذ أنور حساني. الحقيقة لقيت الدور ديالي، لقيت فيه اجتهدت فيه على أساس باش نعطيه بالشكل اللي هو مرغوب فيه، وهذا الدليل على أن الجمهور دابا الحمد لله كاين تجاوب. وهي شخصية اللي زعما ديال هذا المدير هذا اللي نصب اللي كياكل العرق ديال هاد المكفوفين، ولكن كاينه عقده هي ديك الورقه اللي غتفتحوا عن طريق الطير، والطير اللي كان واحد الاجتهاد ديالو واحد الذكاء ديالو فريد من نوعه اللي اكتشف هاد الفساد وهاد الفساد الاداري. وهذا نعطوه رساله للمفسدين، لبعض المفسدين، ما كاين كاين الناس اللي عندهم ضمير، واللي ما عندهم ضمير راه كيجيب الله النهار ديالهم اللي كيتفتحوا فيه. وفعلا الشبعاوي تفضح وتيوتيو ودي بليسوس التحرش الجنسي جميل، راك متبع هذيك تيوتيو، السيد كيف كتمشي فلوسو ديالك غير التحرش، وانه ما كيحترمش الاداره. المسرحيه فيها جميع المواضيع، مواضيع شامله، وكنشكروا الحضور ديالكم. شكرا حيجيتي وحضرتي العرض، نتمنى يكون بعد عجبك هذه في البدايه. ثاني حاجه، الدور ديالي في المسرحيه اللي هي ديال طيور الظلام، اللي هي مسرحيه اللي كتسلط الضوء على واحد المؤسسه خيريه، الواقع ديالها مرير جدا. فهاد الناس اللي ما كيشوفوش، المديرين ديال هاد المؤسسه هذيك كيستغلوا هاد الظرف هذا وهاد الواقع هذا، ولكن ملي كيدخل الطير اللي حتى هو ضرير ولكن ذكي بزاف، فكيغير الواقع والاحداث ديال هاد المؤسسه، وفي الاخر كتسالي المسرحيه بصدمه نفسيه ديال المدير المؤسسه. كيف ضحتي وتيو؟ كيف ضحتي وتيو وداك الشيء ديال المحمح. كنبغيو نبينو في الاخر كون كوا زعما الظالم في الاخر كيكون عنده جزاء. الدور ديالي كان انا هو عباس واحد الفقيه زعما اللي كان هو التنسيمه تاهو كنسمو به، فكل شخصيه تبارك الله عندها بصمه وعندها لمسه ديالها اللي كتعطي جماليه للمسرحيه ككل. الدور ديالي ديال مسعود واحد الكفيف في واحد الخيريه، وكاين واحد المدير متسلط كياخذ لهم رزقهم وداك الشيء، وفان دوك الله سبحانه وتعالى خلصوا. داك المدير اللي كيقول تيو تيو، هذاك مول تيو تيو الساعه خديت ليه تيو تيو. والعرض ما غيكونش غير في الدار البيضاء، غيكون في مدن اخرى ان شاء الله. دابا لحد الان باقي ما عرفناش بالضبط فين غادي يتقرر، داك الشيء كيتبرمج زعما بحال كتقول نهار بنهار وما عرف. المسرح في بلادنا في جميع انحاء المغرب كيتحرك، اذا بعيدا عن وجهه نظر ديال محمد صبحي وقريبا من طيور الظلام ديال سيدي انور، عشنا لحظات جميله من خلال ما نقولش اقتباس، ولكن نقدر نتكلم على استنبات ديال طاقات من المهد، تفجرات اليوم في المسرح ديال محمد السادس. استمتع الجمهور، ردود الفعل كانت جد ايجابيه، عنصر التشويق، الاثاره، تعبيرات جسديه، بناء ديال الشخصيات محبوكه. استمتعنا اليوم، ورغم انه العرض الاول اكيد في العرض 30 و40 و50 ان شاء الله غيكون واحد تطور كبير في العمل.